وفاة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه آمنة بعد أن أكمل سنتين عند حليمة السعدية. توفيت آمنة وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، كفالة جده عبد المطلب. كفل عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه آمنة. توفي عبد المطلب لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، كفالة عمه أبي طالب وأهم أعماله صلى الله عليه وسلم. كفل أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة جده عبد المطلب. رعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم. شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حرب الفجار. شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف الفضول. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة رضي الله عنها مع غلامها ميسرة.